لا يما ما طلع لنا حتى شيء في البقعة دي بحناك. وين؟ أنا من هنا هاي هناك بنيتي ولا ما هدينا حتى شيء. هناك ما جونا حتى شيء. ولا فيش عايشين. كيف تخزي؟ هاك تخزي في الحالية بنيتي، هاو الحالة طلع. هاك متخزي. باش عايشين معناها باش تصرفوا باش عايشين. هنايا عندي زوز قصراء. عندي ذاتي مرضى ونعاني فيهم ونسفك الشيخوخ. ما نجيبهم من نحطي مرة نخذي بهم الدوية. مرة كولوا مقارونة مرة حوزة منا بنيتي مفتش على الأختي والفريش ما نلقيش ها والحالة ها بنيتي ما أنا خلط ما خلطتش زبيتينا فقير وثم بس بي معنا انت كيفاش عايش حاج؟ عايش في مطولة اللي أعطيني منحة تاع شخوخ ناكل فيها نيول عزوز يرد الدنيا عليكم هنا عندكم ريشوات حاجة باش تدفوا شنو ينقصكم؟ شنو الحاجة اللي تحبوها؟ شنو تحبي؟ اليوم أورون جبت لكم دبش؟ عايش فرحانين بدبش؟ فرحانين شنو الحاجة اللي نقصتكم في حياتكم؟ شنو تحبوا يزيد؟ يعطوك الدفو بيرد عليكم المدرسة؟ لا، جبنا المدير باهي؟ جبتوا كل واحد 500 500؟ مش الدفوزة قاعد يرشوا. نحب اتكلم منك. برا بشوية مهندس وانت كريم فاش تقرا كريم هذا سلا شنو انت دوبلت وعوضت علاش دوبلت كريم صعيبة القراية الدنيا مطر ما تنجمش تجي تقرا بعيد تسكن تجي على ساقيك برشا تمشي شكون يوصلك حد حد تجي وحدك كي تبدا مطر تجي انت لهنا نجي على ساقيك ولا على ساقيك على ساقيك فرحانة اليوم كي جابوا لك ادوات عم برشا ايش من عاد خلي لها هي شو انت عاد محاولة فاشلة والله وش يقول لك محاولة وزارة انها باش تربط معناها المدارس الطريفية بالشبكة بالانترنت لكن كيفاش يقوموا ما يقوموش بالبحوث يعني البحوث معناها اجتهادات معناها شخصية مثلا هم يبعثوا مع الكور يحكوا في سي ولا يبعثوا يوصل الماء معناها اذا كان عنده امكانية ما عندوش امكانية يعمل اجتهاد موجود فماش مكتب عندنا مكان مكتب على مدرسة معناها ماهيش خيرية معناها يعني المسألة ياخذوا كان من المعلمين الكتب المدرسية هذاك بريسك معناها ياخذوا من المعلمين الكتب المدرسية هذاك اللي موجود معناها بالنسبة لهم الاثنين التغيب هذا الأكيد باش يؤدي إلى التراجع معناها لنتائج التلاميذ ولكن لهنا بالنسبة للتغير في بعض الأحيان تلقى طفل واحد يقرأ يعني يسكن في المنطقة هذيك وحده يسكن في المنطقة هذيك وحده يعني نهار المطر ونهار الواحد ما نجمش يجي ما عندوش شكون يرافق على المدرسة معناها لهنا والمناطق اللي فيها معناها مجموعة كبيرة متلامذة
تنجم يعني يجوا مع بعضهم وشو حافلات معناتها ولا لا لا يجوا على مترجلين ماهمش على الحافلات كيفاش ما قداش من كيلومتر يجوا يقراوا ابعد ما معناها المنطقه البعيده زوز كيلومتر والله نحكي بالنسبه لهم هم عندنا مجموعه واحده اللي فيها في زوز كيلومتر بالنسبه للقيه ثم توصل معناها قريب المدرسه لهنا وثم معناها الواحد اذا كان ثم امكانيه نتاع حافله وكل بالعكس هي معناها حلت مشاكل معناها كبير لان معناها الطرقات هنا مسالك فلاحيه ماهيش معبده ما. مجيتش عندنا احنا السنه جيناهم اليوم السنه شنو اللي عملناه في زوز مكاتب هذوما في زوز مدرسات هذوما اللي جينا باش نعطيوهم حوايج جديد وشويه ماكل للولاد الصغار باش يعملوا اموال الكوتي نتاعهم بونون لالي اليوم هذا شنو اللي نجم نعمل ليه المره هذيا ان شاء الله بقدره ربي مازالوا برشا مشاريع اخرين قاعدين على ديميتاز اورانج عندنا 10 مكاتب مع المينيستير ديكاسيون عملناهم عطيناهم دي تابليت ديسبوزيسيون لي سيرفور باش نقريو التعليم الرقمي والمكاتب هذوما في لي بروجي فيلاج نتاعنا كل عام لازم نعاودوا مكتب ونعاودوا ديسبونسير ونعملوا ان بوان دو في كل فيلاج دونك هذا داخل في الاطار هذا بتاع الاعمال الخيريه بتاع اورانج وان شاء الله الشركات الكل اللي نجموا يعملوا كيفنا وان شاء الله يعملوا لازمهم يعملوا احنا عندنا استراتيجيه بتاع مؤسسه مواطنه والاستراتيجيه هذه حطيناها من اللي تحلت اورانج في تونس اللي نعملوا بها احنا ونيا دي غون باك مونديال دي ناسيونز اوني دونك نطبقوا الاوامر بتاع باك مونديال دي ناسيونز اوني في الدرو دو وعاملين شير بتاع اي اس او مع شوسي باش نقريو لي فيتور ماناجور واللي باش يشدوا البلاد نهار اخر اللي لازم تكون تقرا باش تكون ماناجور ريسبونسابل
اليوم نعاونوا في الغوشيخش هذية عاملين أورانج أورانج روم في HEC عاملين أورانج انكوباتور نعملوا في السنتر ديفلوبمان متاع أورانج في اللاك نعملوا فورماسيون بور لي جون ديبلومي انجينيور باش نعلموهم آخر تكنولوجيا احنا أورانج نولي عندها آخر تكنولوجيا تكنولوجيا الحديثة نعاونوا بها لي ستوديون ولي جون ديبلومي بالفورماسيون اللي نجمو نعاونوهم فيها يا اون فورماسيون تو لي سي موا غراتويتمون تعطى بور لي جون لي جون لي جون انجينيور ولي انجينيور هذوما نعاونوهم باش يلقاو خدمة جوسكا مانون في عامين محصول توا 150 امبلوا 150 ستوديون فورمي في الاورانج ديفلوبر سنتر اون تروفي ان امبلوا ان شاء الله نكملو في النسق هذا ان شاء الله. C'est-à-dire ça dépend entier le besoin, c'est-à-dire finir tard l'école هذه تبى تعرف عن الاستشارة ندرس c'est-à-dire le dossier وبعد نخرجوا بعضنا بتبيع لازم كذا يسمى organisation derrière c'est-à-dire تصير سواء c'est-à-dire من الاستشارة سواء من عندنا نحن أورانج اللي كانوا متعودين بالشهادة on espère bien en tout cas on a un plan d'action اللي على 2015 donc إن شاء الله مزير direction آخرين إن شاء الله تكونوا معانا أنتم غير نحن اللي قاعدين نعملوا فيه وإن شاء الله نعملوا أكثر من هكذا إن شاء الله يعني مش أورانج بركة تكون سباقة c'est-à-dire في الحكايات هذوما في tout ce qui c'est-à-dire les projets mécénat ou les actions mécénat on aimerait bien que les autres c'est-à-dire sociétés participent chez هذايا ويقدموا برشا حاجات دونك واليوم معانا او موا سيدير كي تخرجوا وتشوفوا فني العباد كيما انا كاي فرانشمون يعني عايشين في وضعيات فني تاع برد وضعيات فني صعيبه برشا الوقت اللي يلقاو يدين ممدوده ونعاونوا باش نقفوا معاهم ويقفوا هم على ساقيهم سي ديجا بيان.